السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم من قناة أبو محمود الصواجي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة عندنا العرض ده يا جماعة، عرض صغير كده، بسم الله ما شاء الله. عندنا البرديسي دي اللي هي قدام الصورة دي، بسم الله ما شاء الله، زي ما انتم شايفين حضراتكم في الأكل. وتفرج وشوف كل حاجة بما يرضي الله، بسم الله ما شاء الله. وعندنا النعجة دي نص ودني يا جماعة، صلوا على النبي كده وتفرجوا بما يرضي الله تعالى. تفرج وشوف الأكل وكل حاجة، حوري لك كل حاجة بما يرضي الله زي ما انتم شايفين. ونص ودن ده يا جماعة عشر ثلاثة ونص، يعني عيلها على الإيد. والبرديسة راخية، يعني قربت تخلص الرابع، قربت تخلص الرابع، تمام. والسن الاثنين قفلين، الاثنين قفلين بالصلاة على النبي. فرج كده وشوف في الأكل. قلنا أم ودن دي ثلاثة ونص، عيلها على الإيد، ودية راخية. هات محمود كده البرديس الأول، فرج وشوف الصلاة على النبي. وريني كده السن، هذه يا جماعة قافلة، وهذه من ناحية تانية، وهذه سنها قافل من ناحية تانية. هات الضرة كده، وهذه الضرة يا جماعة زي ما انتم شايفين حضراتكم راخية، تمام. بصوا، ما تنسوش انكم انتوا تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. هات الثانية كده محمود، هذه يا جماعة السن قافلة وقافلة على الأول. هات الضر من مرة، وهذا الضر يا جماعة يدوبك ثلاثة ونص وبادية، ثلاثة ونص وبادية. صلوا على النبي كده وتفرجوا بما يرضي الله على الأكل وعلى الطهارة وعلى كل شيء. وزي ما احنا عودناكم، السعر بما يرضي الله والحاجة بما يرضي الله. الحاجة اللي فيها حاجة عنقوله فيها حاجة، فيها سن فيها كده عنقوله بما يرضي الله تعالى. قلنا البرديسي أربعة إلا راخية، ودي ثلاثة ونص عيلها ممسوك على الإيد. طيب المهم يا أبو محمود، وبما يرضي الله، بما يرضي الله الاثنين دول يا جماعة المشترى بتاعهم 15200 جنيه. الاثنين المشترى بتاعهم 15200 جنيه زي ما انتم شايفين حضراتكم. وتفرج وبما يرضي الله تعالى، 15200 جنيه غير عرقهم يا جماعة، غير عرقهم. بالنسبة للعرض اللي عدى يا جماعة، آخر عرض لينا كان النعجتين اللي هم رخين، والنعجة اللي وراها انتايتين، والنعجة اللي هي راخية. النعجة اللي وراها انتايتين يا جماعة تواصل معنا أكثر من واحد بما يرضي الله تعالى، تمام. وتواصل معنا أخ فاضل ويقسم بالله، وححول لك النهاردة بكرة، النهاردة بكرة، تمام. ولحد النهاردة ما وفاش في عرضه في كلمته، فاحنا دلوقتي مضطرين نعرضه بهيمنة. هاتها محمود النعجة اللي هي أم انتيتين يا جماعة، آدي هي، تمام. وآدي وراها انتيتين يا جماعة بالصلاة على سيدنا محمد. طبعا النعجة دي احنا قلنا يا جماعة المشترى بتاعها ايه، 13100 جنيه. وقلنا سنها كام؟ وقلنا سنها ست سنات. هات السن يا محمود، هات السن يا محمود، هات السن. وقلنا في الفيديو ست سنات حضراتكم، وآدي الست سنات. عد يا اللي ما تعرفش، تمام. يعني من ناحية واحدة طلعت، ومن ناحية واحدة لسه ما طلعتش فردة اللبن اللي هي هتكفل، تمام. زي ما انتم شايفينها يعني اعتبرا ست سنات، ماشي. وادي النتيتين اللي وراها يا جماعة، صلوا على النبي كده وسمعونا صلاة النبي، واتفرج بما يرضي الله تعالى. شوف الطرف وشوف الصنعة وشوف الأم. طبعا الأم يا جماعة فيها ضروب من شهرين، بس أنا مشتري على فاضي، وحأمن نفسي حبيع لك على فاضي. يعني صاحب النصيب
طلعت عشر من نصيبك، طلعت فاضية من نصيبك. وما تنسوش تصلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ده الناعية ده من العرض القديمة يا جماعة، وكلكم عارفينها. المشترى بتاعها 13100 جنيه غير عربي، تمام. وده العرض بتاع النهاردة الجديد اللي هي البرديسي ونص ونص ودن. وما تنسوش تصلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بصوا يا جماعة، بصوا الطهارة في الأكل، شوفوا الحلاوة بالصلاة على النبي. بص كده وشوف، بص ارمي هنا ارمي هنا ارمي هنا، سيبها سيبها من رجل. بص بص طلع النبي كده. دي احنا زي ما قلنا ايه، البرديسي خلاص راخية، يعني قربت تقفل الرابع، واللي في النص تمام 3.5 عايلها ممسوك على الايد. وتيجي تستلم عشر، تستلم زي ما قال الكتاب وبما يرضي الله تعالى. وما تنسوش تصلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رقم التليفون للتواصل 011-51-50-44-80. العنوان محافظة سوهاج مركز المنشاة، العنوان محافظة سوهاج مركز المنشاة. ما تنسوش تصلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بص يا جماعة، بص هذا يجيب لك البهائم من ورا، شوف شوف صنعة البهائم، بسم الله ما شاء الله. شوف طبعا الناعية دي وسيم يا جماعة، تمام، اللي هي ايه من العرض اللي عدى وبمرض الله تعالى. على عينك ما تشوف وتفرج بما يرضي الله، وتيجي حضرتك تشرفنا وتستلم حاجتك بما يرضي الله والوكيل ربنا. وما تنسوش تصلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. العنوان محافظ السوهاج مركز المنشاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.